بقول لك ان انا اتقابلت مع بنته في كافيه عشان خاطر نتكلم على موضوع النادي ده على حمودة بن عمار، وقال لك ان هو حكى لي كلام كتير على الافريقي واتفرجنا مع بعض في تونس في كاس افريقيا. حمودة بن عمار كمان ساعد انه يديله التذاكر بتاع ماتش الافريقي الاول. لكن هو ما كانش جزء من الجيل، ما كانش جزء من الاتفاق، هو كان صديق بس. أكيد يعني هو اتعامل معاه بصداقة، حمودة بن عمار اتعامل معاه بصداقة، ما اتعاملش معاه لأن هو مستثمر، ما اتعاملش معاه لأن هو حد هيروح يقول له تعالى الأفريقي عنده ديون ادفعها. هو كان العلاقة معاه مع حمودة بن عمار علاقة صداقة، ما كانتش علاقة، إنما هيكل دخيل هو اللي داس معاه في كل حاجة. ده التفاصيل بتاع العقد بقى.